تأثيرها على مدى الأضرار التي بتصيبها في القطاع الخاص بدرجات الحرارة. فطبعا معظم الأبحاث اللي متقدمة هنلاقيها بتتكلم طبعا في محاور المؤتمر ده، الأساتذة وضحوا المحاور. إن شاء الله يبقى يومين، هيبقى مؤتمر على خلال يومين، هيبقى من خلاله هنطلع بنتائج ملموسة. وطبعا كما عهدنا بالدكتور أحمد عرون في مؤتمر الصباح، بيبقى في جزء تطبيقي في سايد بيزنس المرة دي، ولا اسمه ايه؟ بقينا أحدث. بي ار ايفن. أخيرا مش هطول عليكم، طبعا بشكر السادة الحضور، زملائي طبعا شكروا واحد واحد، فطبعا عشان ما انساش حد بشكر الأساتذة اللي حاضرين، بشكر المتعلمين، بشكر طبعا الاستاذ بتاع دكتور أحمد عرون، وطبعا أخيرا وليس أخيرا زي ما بيقولوا دايما بشكر القسم بتاعي، قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة جامعة طنطا، لأن لولا مجهودهم في حاجات كتير ما كناش نقدر نشارك في نشاطات كتير، طبعا دي إحدى النشاطات اللي بنشارك. شكرا. عايز اقول برضه اشكر الحقيقه استاذنا الدكتور علاء فريد تواجده معانا، الدكتور ابراهيم مبروك، الدكتور محمد ليس احمد حسني رضوان، او الدكتور احمد حسني على تشريف المؤتمر. ويعني سعيد، انا بقى لي فتره ما شفتش احمد من فتره، لكن الحمد لله انا فاكر ان شفت الدكتور جمال كوري. طبعا مش محتاج اشكره، انا جمال كوري ده في قلبي يعني من جوه. يعني انا سعيد ان انا اتخرجت في معهد القاهره، من 3 سنوات، انا معظم اعضاء قريه قسم العماره، استضفت الدكتور منى وجهت دعوه لرؤساء المعهد الصرافيين كلهم، طبعا استاذنا الدكتور ابراهيم مبروك العميد الاسبق في معهد القاهره وفي كليه الهندسه دلوقتي حاضر شرفنا، ودايما دكتور ابراهيم يعني صاحب فضل عليا انا شخصيا، وهو اللي يعني استقبلنا في معهد القاهره انا وكل الفريق اللي قاعد فيه، وده شرف لنا وجودك معانا دكتور ابراهيم دايما، وشرف لنا اساتذتنا كلهم. انا هقول لحضراتكم شويه فاكتس كده استقبلت وسمعوا الدكتور فاهم بيقولها، ان اللجنه العلميه مشكله من 54 استاذ واستاذ مساعد من 40 جامعه ومعهد واكاديميه مصريه وعربيه ودوليه. حضراتكم عندكم في البروشور اسماء اللجنه العلميه. السنه من العام الماضي المؤتمر بتاعنا اتصل بالمؤتمر الدولي على كل البلاتفورم التنميه العالميه، هتقروا على كونفرنس الارت او اليرت، هتقروا على كونفرنس اول من العام الماضي الحمد لله رب العالمين. النشر عندنا جميع الابحاث سيتم نشرها في جورنال، وذلك احنا طبعين الابستراكت او بوكلت، لان هتبقى هقول كده للنشر للجورنال، جورنال كليه الهندسه جامعه طنطا وجورنال الاي اي بي الاندكس سكومز. تمام، كان الاختيار الجورنال طبقا للباحثين وطبقا لموضوع البحث. كل البيبر اللي هتتعرض الفاينل فيرجن بتاعها افتر ذا كونفرنس اكوردنج للديل بتاعنا مع الجورنالز، ان الكومنتس والريكومنديشنز اللي من البورد ومن الحضور لازم الباحثين يموديفاي البحث بتاعه بعد ما يخلص ويعمل الري سبمشن الفاينل سبمشن على البلاتفورمز المختلفه. فدور حضراتكم التفاعل مع الباحثين هيسر، انا شايف طاقم دراسات عليا ورا يعني مش عاجبهم كلامي تمام، لكن ان شاء الله كل حد من حضراتكم له اضافه علميه حاليه وسابقه وقادمه اثناء فعاليات المؤتمر. يسعدنا احد السبونسرز بتوعنا المشروع البحثي اللي انا بتشرف بقيادته مع فريق كبير من 7 جامعات، السنة اللي فاتت قدمنا لكم سايد فيزيت وقدمنا لكم كوشنير، السنة دي في سيميوليشن في ار سيميوليشن للمشروع بتاعنا، وفي هتشاركوا معانا برضه في استكمال رحلة
المشروع البحثي بتاعنا ان شاء الله، ويعني بقياده الدكتور ايام عمير مع الفريق بتاعها. في من ضمن الفعاليات ان في مجموعه من الشباب المعماريين حابين ياخدوا ارائكم في الكوتشينير تاني عشان الزملاء بتاع فينيسيا، هم مجموعه من الشباب الخريجين عندنا من المعهد والمعيدين، وعايزين يعملوا الديزاين اكوردنج يور ايديز اند ريكومنديشنز بتاع وزاره حضرتك الكوتشينير. يعني انا دايما كنت بقول للفريق احنا عايزين نطلع باقصى استفاده من المؤتمر، مش اقصى استفاده ان احنا ننشر ارخص. يعني طبعا الطريقه راحت تمام لكن بالنسبه لطلبه الدراسات العليا عايزين دكتوراه وماجستير والاساتذه والاساتذه المساعدين عايزين ترقيه الله يرحمها لكن ان احنا نتعرف على بعض ده جزء هيبقى في ساعه للنتوركينج اثناء البريكس، ان احنا نتعلم من بعض، ان احنا نشارك افكار بعض. يعني اي ميت مستر دانكن ان افلا 2022 from 3 weeks I think that and I invite him. We meet, he saw our presentation and he have made a project in Dubai. We talk, I told him, why do you like to come to Egypt and visit us and introduce your brilliant work to us? Just from conference we went, just to came here in Fikra, in Nihna, in Ikeri, when I prepared them. استاذنا الدكتور خالد دايما كنت اكلمه يقول لي احمد انا مبسوط ان المؤتمر بيجمع الناس. خليك استاذ الدكتور مصطفى الشناوي يقول لي احمد جمع الناس. السنه اللي فاتت هو طلع الدكتور مصطفى الشناوي استاذ واللي علمني الالبن وشرفت بالدراسه حقيقي طول الوقت، وبعد كده خدت الدكتوراه بالهام من خبرته. قال لي احمد تجميعه الناس دايما مهم، فده مجهود مش فرد، ده مجهود فريق. انا عندي فريق قسم العماره بالمعهد القاهره، 6 دكاتره واساتذه مساعدين و12 معيد ومعيده ومدرس مساعد. مجهودهم بالاضافه لمجهود فريق جامعه طنطا، بالاضافه لفريق دول تربية اللي شغال دلوقتي معانا اونلاين دولي، يعني مجهود رائع من كل الناس، ويعني نسال الله ان يتقبل. وبشكر حضراتكم وبستاذن حضراتكم بفقره التكريم نيابه عن جميع الحضور واللجان. الاستاذ الدكتور منى سليمان هتكرم مجموعه من الاساتذه نيابه عن كل المشاركين والحضور، ونبدا بتكريم استاذنا الاستاذ الدكتور محمد ابو المكس. الناس كوره مزيانه. أستاذ الدكتور خالد دمطار رئيس مجلس الإعلام. We would like to thank Mr. Duncan for his visit and please come here. ممثلين عن الفريق التنظيم هم رؤساء اللجان اللي شاركوا في التنظيم، ومش عارف اقدم مين الاول مين الاخر، فيعني كلهم لهم كل الود والاحترام. اساتذه كل حد منهم اشتغل اكثر من 200 ل 300 ساعه عشان المؤتمر يطلع،
أستاذة قسم العمارة بمعهد القاهرة دكتور هيام عوير. ايوه الرئيسه بتاعت الدكتور دكتورة إيمان أنا شايف الناس بيشاوروني يقول لي التكريم بتاعنا يا دكتور التكريم بتاعكم في المعهد يا معلم. أيوه ماشي. والله هو هما كل واحد بذل مجهود بحب. يعني أنا أدعي السنة دي أنا ما بذلتش مجهود كافي لأن أنا كان ورايا ناس بتتفانى في الشغل والله ويعني كل ما نتزلق يا دكتور محمد عايزين فلوس. عايزين كام؟ دكتور خالد عايزين في عندنا بتاع 30 ميمبر عايزين نحكمها. ارحمني تمام؟ فأنا سعيد وفخور إن أنا مع حضراتكم وبشكركم من جزيل الشكر جدا 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 ويعني أتمنى إن تغفروا لنا أي تقصير جميعا وهنبدأ الفعاليات هناخد بريك عشان نغير المنصة. وبعدين أستاذنا أستاذنا الدكتور خالد الله يديم الدرس شكرا جزيلا وشرفتونا. مش قاعدة أصلا. أنا في النص 19. الله. أنا في الجميلة. خد بالك من المشكلة من يومين بتقول الساعة 7 إحنا وأنا عايز. طب أنا قلت دكتور عادل بيقول الساعة 6 بالليل. أنا نفسيا من هو اللي بيقول لا بس بتيجي بالليل. بتيجي بالليل. أنا بس طبعا قلنا كتير بس خلينا صور وزرها احنا نبعت لها حاجه توصل لها ازاي مفيش بوستات لا دلوقتي افتحي مفيش بوستات لا مفيش بوستات لا هو مين اللي ماسك بتاعك
ممكن تسوده علشان الناس عماله تبان بوشها وضهرها. يعني سود الكاميرا لحد ما نبتدي تاني. انا هاخد دلوقتي الكاميرا عشان اوصل للزوم ميتنج. Yeah.